خلال ندوة جمعت عددا من الخبراء والمتابعين لأسواق النفط وأسعاره في منطقة الخليج والعالم، استعرض الخبراء أهم الأزمات التي شهدها هذا القطاع والتداعيات المتوقعة على الاقتصادات والأوضاع في الكويت والخليج والعالم. سمعنا بالنسبة لاجتماع أوبك ما توصلت الدول لأي اتفاق لخفض الإنتاج، بالرغم من هناك دول يعني بحاجة إلى عمل خفض الإنتاج، لكن عملية خفض الإنتاج ما تتم يعني على دولة واحدة، ولكن لازم تكون هناك مجموعة دول، ومجموعة الدول هذه ليست فقط أن تكون في أوبك، من ضمن أوبك، منظمة أوبك، ولكن أيضا مع دول خارج أوبك، لأن هناك دول كثيرة تنتج النفط الخام، ولازم يكون هناك في تعاون وتنسيق بين دول أوبك ودول خارج أوبك لتوصل إلى سعر يكون مقبول للمستهلك والمنتج في نفس الوقت. تضخم النفقات بشكل عام في الموازنة العامة خصوصا منذ عام 2001-2002، حتى قبل ارتفاع أسعار النفط في 2003، من 2001 ل 2002 وصولا إلى 2013-2014 النمو السنوي المركب للنفقات العامة هو 12%، بحدود 12%، يعني كل سنة النفقات ترتفع 12%. في تقدير الاقتصاديين أن هذا الرقم مبالغ فيه قياسا على باقي النفقات العامة في الدول الأخرى خصوصا في الدول النامية.